لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 3 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج القوس أو مازال موجود في برج القوس، وعندنا كمان فينوس موجود في برج السرطان، والمريخ موجود في الأسد، وعطارد موجود في العذراء، والمشتري موجود في الميزان. عندنا كمان النهاردة حالة اقتران، القمر بيقترن بزحل في برج القوس، وعندنا كوكب جديد بدأ يتراجع، عندنا أورانوس. عشان كده ما قلتش في الأول إن أورانوس في الحمل، هو أورانوس لسه موجود في الحمل، لكن هيبدأ يتراجع النهاردة من الساعة 4:30 الفجر، وكده هيبقى عندنا 4 كواكب بيتراجعوا بعد ما كانوا 3. عندنا أورانوس بيتراجع في الحمل، وزحل بيتراجع في القوس، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. لكن الجديد او المهم اني اقوله ان اورانوس هيبدا النهارده يتراجع، للاسف هيفضل يتراجع فتره طويله جدا لغايه 2 يناير 2018. فخلينا نشوف الحاله الفلكيه الجديده النهارده هتاثر ازاي على ال 12 برج. نبدا ببرج الحمل. الحمل النهارده عندهم القمر مازال في منزل الحظ، لكن تراجع أورانوس في الحمل ممكن يتسبب في تأخير بعض الأمور لمواليد العشرية الثالثة، لكن عموما اللي هيساعدهم على التغلب على أي عقبات أو عطلة إنه القمر بيديهم حظ في إن هم يقوموا باتصالات تساعدهم في خطواتهم. كمان النهاردة مواليد الحمل عندهم استعداد ان هم يزودوا معرفتهم ومعلوماتهم، وده هيساعدهم ان هم ان شاء الله يحققوا تطور. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر مقترن بزحل في منزل المدخرات، والنهاردة ده وضع فلكي هايل ماليا بالنسبة لمواليد الثور، فيقدروا النهاردة مواليد الثور ان هم يركزوا على المسائل المالية، ممكن يلاقوا حلول لمشاكلهم المالية، بس بشرط ان هم ما يعلنوش عن اي خطط ليهم او ما يتكلموش عن انجازاتهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر مقترن بزحل في مواجهة برجهم، وده يخليني اقول لمواليد الجوزاء النهاردة مهم جدا ان انتوا تتحكموا في عصبيتكم، ومهم جدا ان انتوا ما تتسرعوش في ردود افعالكم، لان ده ممكن يأثر على علاقتكم خصوصا بشركاء الحياة او بشركاء العمل. مطلوب كمان من مواليد الجوزاء ان هم يتحركوا بالراحة في قيادة السيارة او في الحركة عموما بتاعتهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر مقترن بزحل في منزل العمل، وده بيدعمهم مهنيا جدا. النهاردة هيكون عندهم استعداد ان هم يعملوا وهم مستمتعين، هيعرفوا ينظموا وقتهم اكتر، ويقدروا ينجزوا كل شيء زي ما هم عاوزين. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر مقترن بزحل في منزل الحب، وده بيدي مواليد الاسد طاقة عاطفية هايلة، وممكن يكون عندهم كمان اخبار سارة، ويقدروا ان هم يعبروا عن مشاعرهم بذكاء وكمان او بصورة مؤثرة. كمان عندهم بقى في الشغل ممكن يكون عن طاقة تخليهم ينجزوا اكتر ويحققوا، يعني يقدروا يحققوا نجاح وتطور افضل. النهاردة كمان مواليد الاسد اللي عندهم اولاد ممكن يكون عندهم القدرة لان هم يعملوا علاقات حلوة مع اولادهم ويوطدوا علاقتهم بالاولاد. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم للأسف القمر وزحل الاثنين
في وضع معاكس معاهم، وده ممكن يخلي مواليد برج العذراء عندهم عصبية أكتر ويكونوا يميلوا للانفعال بسرعة. فمطلوب من مواليد العذراء النهاردة إنهم يحاولوا يسمو فوق الصغائر، يعني الحاجات الصغيرة يحاولوا يعدوها عشان اليوم يعدي بخير. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم وضع فلكي داعم جدا، لأن زحل والقمر الاتنين بيدعموهم، وعندهم مواهب وقدرات هايلة ممكن يظهروها النهاردة، وكمان ممكن يلاقوا حلفاء بيتجاوبوا معاهم وبيساعدوهم وبيدعموهم. كمان مواليد الميزان النهاردة عندهم قدرة على ان هم يتكلموا بلباقة ويقدروا يكسبوا الاعجاب. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم يوم مثالي عشان يستغلوا امكانياتهم ويقدروا ان هم يحققوا مكاسب مالية هايلة. بس كمان مطلوب من مواليد العقرب ان هم يقوموا بحساباتهم بدقة علشان ما يقعوش في اي اخطاء. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في برجهم ومقترن بزحل، وده ممكن يدفعهم عشان يتخذوا مواقف قوية ومؤثرة، وبالفعل يقدروا ان هم يعملوا ده وينجحوا ويقدروا يكونوا مؤثرين في الاخرين وخصوصا الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة، وده بيديهم شوية الطاقة ممكن تكون أقل، وتديهم رغبة في إن هم يميلوا للانعزال ولمراجعة نفسهم في هدوء. ده هيساعد مواليد الجدي كتير إن هم يتعلموا من التجارب اللي فاتت. بس ما زلت بطلب من مواليد الجدي ان هم يعملوا في سرية وكتمان وما يعلنوش عن خططهم ويتجنبوا الزهو والفخر بنفسه. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر بيدعمهم جدا وبيديهم قدرة كبيرة على الإبداع ويقدروا يكسبوا الإعجاب بيهم. النهاردة كمان مواليد الدلو عندهم حياة اجتماعية هايلة ممكن يقضوها، وممكن يعملوا صداقات جديدة أو يوطدوا صداقتهم أو صداقاتهم الموجودة حاليا. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت للأسف عندهم زحل والقمر الاتنين مقترنين في وضع معاكس، فمطلوب النهاردة من مواليد الحوت ان هم يتحكموا في اظهار توترهم او عصبيتهم، خصوصا اذا واجهوا مشكلة او اي عائق يحاولوا يصبروا، وان شاء الله بكرة هيكون احلى. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة. في